زامل كلمات السجين محمد عبد محمد عجينة المنكري يعبر بما فيه. وجه على أخوه أحمد عبد محمد عجينة المنكري. قد ضاقت أحوالي ولا حد عارف شو داخلي، يا صين ويا الغالي تحملت الحمولة الثقال، والحزن طوالي مخيم في الشريط الساحلي، وانت لو تستالف خمسين أليف العسر عندك دالي، يا الوالد الحر المثل عشت يا سيد الرجال، يا نسل أبا زيد الهلال ضقت في السجن البالي، وانت جاب العالي مشمخ مثل خولان الطيال، وانت جاب العالي مشمخ مثل خولان الطيال. وهذا الزامل من محمد عبد محمد عجينة المنكري موجه لأبناء عم أسرة بيت عجينة من أهالي قريتي منكر عزلة الجرشة. يا أكبر بيت عجينة سلامي يوصل لكل ذا الحينة، يا القلع الحصينة وبرد الصيف والرعد والنار. سلامي يوصل الكل ذا الحينة، يا القلاع والحصينة وبرق الصيف والرعد والنهض، صبرنا لو يحينا قد المكتوب واضح عناوينا، كم لنفسي سجينة وقد زادت على حدها الفايض، سجينة وقد زادت على حدها الفايض. ضل سجني سنينة ذبح قلبي وعظمي بسكينة، يا الضلوع السمينة لحل المشكلة ما حدا رافض، دوركم حان في الحل لذا الحينة شروطه وتضمينه، من فعل خير ربي يعينه قد دفعت الثمن باهظ، من فعل خير ربي يعينه قد دفعت الثمن باهظ. وهذا الزامل كلمات السجين محمد عبد محمد عجينة وجه لمشايخ وعقوال وجهها بلاد الجرشة ومشايخها وجهها قبائل عنس كافة، وعلى رأسهم محافظ محافظ دمار الشيخ محمد حسين المقدشي بعنوان قال السجين يا عنس طايل صاحبي له ممتثل فحكمه وارضيه وامشي في شرع القبيلة.
لن يحتم البطل وحكمه من بدايتها وقبل يتسعى فيها الرال داخل بس يكفي به ذلك يا عرسان قبل وهو يحكم ضواء ولا عدل I'm